اليوم موضوعنا البيانات الإحصائية اللي هي statistical data. طبعا غالبية البيانات الإحصائية التي يتم جمعها ترتبط بخصائص وسمات مماثلة للمجتمع الإحصائي، ومثل هذه الخصائص تسمى متغيرات، وهي تتواجد عند عناصر المجتمع بنسب مختلفة، منها الوزن والعمر والطول ودرجات الحرارة وما إلى ذلك. يعني شنو معناه؟ يعني أني أي معلومات أحصلها بخصوص دراسة موضوع معين، سواء كانت هذه المعلومات أو البيانات اللي حصلت سواء كانت هذه المعلومات اللي حصلتها عن طريق استبانة أو عن طريق مقابلة، يعني جمعت فعل فذ معلومات معينة عن موضوع دراستي. أي معلومة درستها سواء كانت هذه المعلومة كمية أو وصفية اللي هي تسمى البيانات الإحصائية اللي إحنا راح ندرسها ونحللها حتى نصل إلى نتائج من خلالها نتخذ قرارنا. تمام، البيانات عندنا نوعين، عندنا البيانات النوعية وعندنا البيانات الكمية. البيانات النوعية اللي هي qualitative data. شنو البيانات النوعية؟ وهي البيانات التي لا تشمل على أرقام مثل عنوان السكن اللي هو قرية ومدينة والحالة الاجتماعية متزوج أعزب مطلق أرمل وغيرها من البيانات. يعني شنو يعني البيانات النوعية؟ اللي البيانات اللي تصف شيء معين، يعني ما بها ما تحتوي على أرقام، يعني مجرد وصف، مثلا الحالة الزوجية، الحالة الاجتماعية، متزوج أعزب مطلق، فقط وصفة الحالة، وصفة حالة، ما أنطت أرقام عن هذه الحالة. وكذلك مثلا لون العين أخضر أسود أزرق، يعني وصفة لون، وصفة الحالة، ما أعطت أي رقم. تمام، البيانات النوعية الكواليتيتيف داتا عندنا نوعين، عندنا البيانات الاسمية وعندنا النوع الثاني اللي هو البيانات الرتبية. البيانات الاسمية والبيانات الرتبية. البيانات الاسمية يهتم هذا النوع في تحديد هوية العناصر أو الأشياء، وهو يصنف عناصر الظاهرة التي تختلف في النوعية لا في الكمية. شنو معناه؟ معنى هذا النوع أيضا هو من نوع من أنواع البيانات النوعية اللي وصفية، يصف الأشياء لكن لا ماكو أفضلية بين شيء وآخر. يعني مثلا شنو؟ يعني مثلا أنا إذا استخدمت من أريد أرمز البيانات أثناء تحليل البيانات، مثلا انطيت صنفت الجنس إلى ذكور وإناث، انطيت الجنس الذكر رقم واحد والجنس الأنثى رقم اثنين، فأنا يعني عندما انطيت الذكر رقم واحد والأنثى رقم اثنين ماكو أفضلية بإمان، يعني معناها أنه الذكور أفضل من الإناث، لا، يعني ماكو مشكلة إذا انطيت الذكر رقم اثنين والأنثى رقم واحد، ماكو اختلاف، يعني ماكو أفضلية بالترتيب. وكذلك يعني مثلا عندي طلاب اذا يريد يجلسون في المقاعد الدراسيه، يعني مثلا طالب جلس بالكرسي رقم واحد وطالب اخر بالكرسي رقم اربعه، يعني ماكو افضليه بين الطلاب، يعني نفس الفرق، الطالب الاول اذا جلس بالكرسي رقم اربعه والطالب الرابع اذا جلس بالكرسي نفس الكرسي الاول ماكو اختلاف بيناتهم، يعني ماكو افضليه بالترتيب. النوع الثاني من البيانات النوعيه هو البيانات الرتبيه، الاوردينال او الترتيبيه. البيانات الترتيبيه يعني اكو افضليه بالترتيب، مثلا تقديرات الطلاب في الامتحانات، يعني مثلا جيد جدا، عفوا امتياز، جيد جدا، جيد، متوسط، يعني اكو افضليه بالترتيب، يعني اول شيء الافضل الامتياز، ما يصير اقدم الجيد جدا على الامتياز والجيد على الجيد جدا وهكذا. تمام، نجي للنوع الثاني من البيانات وهو البيانات الكمية، quantitative data، البيانات الكمية. شنو البيانات الكمية؟ البيانات الكمية هي البيانات التي تشمل على قيم عددية مثل الوزن وغيرها. يعني شنو؟ فنقول وزنك كذا، وعدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، الراتب وغيرها. يعني شنو؟ يعني أي بيانات تحتوي على أرقام، مو صفات مثل البيانات الوصفية، تحتوي على أرقام، هذه بيانات كمية. البيانات الكمية تنقسم إلى نوعين، عندنا بيانات منفصلة discontinuous، وعندنا بيانات متصلة. عندنا بيانات متصلة. أوكي تمام، نجي للنوع الأول، البيانات المنفصلة. شنو البيانات المنفصلة؟ البيانات المنفصلة هي البيانات التي تأخذ قيم قابلة للعد، أعداد صحيحة، أي بين قيمة وأخرى هناك قفزات. تمام، مثل عدد الأسرة. يعني شنو؟ يعني البيانات اللي ما تحتوي على بوينت، يعني مثلا ماكو واحد بوينت اثنين واحد بوينت، مجرد أرقام يعني صحيحة، واحد اثنين ثلاثة، مثل عدد الأسرة، عدد عفوا أفراد الأسرة، مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ماكو أقول مثلا واحد ونص، واحد ونص شخص، اثنين ونص شخص، ثلاثة ونص شخص، لا، عدد الأسرة ثابت، هي واحد اثنين ثلاثة وهكذا. مثلا عدد السيارات في مصنع ما اللي هو مثلا سيارة سيارتين ثلاث سيارات عشرة، أكو عشرة سيارات ونص، أكو مثلا 12 سيارة ونص، ماكو. فهذه البيانات بيانات منفصلة. النوع الثاني بيانات المتصلة. شنو البيانات المتصلة؟ البيانات المتصلة البيانات المتصلة هي البيانات التي لا توجد بها قفزات. يعني مثلا شنو؟ يعني مثلا البيانات اللي تحتوي على بوينتات، مثلا العمر، اكو واحد عمره 20، ما يصير ينتقل قبل الى 21 سنه، لا، لازم 20 ونص 20 وهكذا، الا ان يقفز لل 21. يعني شنو؟ اكو بوينتات، تاخذ بوينتات، يعني فواصل، هذه تسمى بيانات متصله.